افهم جماعتهم ده بقى موجودين قدامهم. بعتوا هاتوا لي الشيخ مرسي السعيد وهاتوا له نصر ابو الحسن كمان بسرعه، احنا بنسابق الزمن. علم ونفس فندم. حاضر، بس سعادتك عارف ان ماليش في الناس دول. خلاص يا كريم، خلي شاكر يتصرف معاهم. تمام فندم، تحت امرك مرتضى بيه. السلام عليكم، منورين. الو. ايه؟ طيب انا جاي لك على طول. ايوه. ولاء، ايه الدوشه اللي جنبك دي؟ انت فين يا سامح؟ الدنيا مقلوبه هنا. بس تتقلب يعني ولا اللي هعدلها؟ مالك يا سامح، مش طايق نفسك كده ليه؟ حرام عليك يا ولاء، يعني ملقوع في الشمس بقى 4 ساعات وصايب وحبوط على بق ميه، وانت قاعده مرحرحه في التكييف وعماله ترغي. يا ولية انت الله، انا برضو اللي برغي. شفت حضرتك مش عايز يقول لي اي حاجه مفيده، وكل ما اكلمه كلمه يرد عليا بموال لوك 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 لوك، مش فاهمه منه اي حاجه. هاتي، هو كده اناني، تسلطي نفعي. هاي يا سامح، انت فين؟ الو. ايه يا دكتور؟ معلش انا في حوار كده، ان شاء الله هرجع لك بحته سبق، يعني سبوبه كده فيها لقمه عيش حلوه. يلا يا سامح، سيب كل اللي في ايدك وتعالى بسرعه. مصادرنا في امن الدوله بتقول ان الدنيا مقلوبه هناك. امن الدوله؟ ايوه. بخصوص ايه بقى؟ بخصوص الراجل بتاعك يا سيدي، الامير ابو عبد الله المصري. ابو عبد الله؟ لو النبي. صحيح طبعا. وبعدين الاستاذ عمرو طالبه بالاسم عشان خاطر يجي يعمل معاه برنامج او اي حد من تبعه. ايه بتقول؟ ايه يا دكتور؟ علي صوتك شويه، التليفون هيقطع. الو 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 يا سامح. الو سامح يا دكتور. خلي بالك تليفونك هيك. الو 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 الو، رد يا ولد. نفس الحركه اللي انا بعملها كل مره، بيقفل السكه كان الخط قطع. طيب خلاص، خليه بقى يتصرف هو. خدي تليفوني، كله برفع بيعمل لي حساسيه. خدي امسكي. عدتوا يا فندم، دايما كده يقطع السكه. ايه راي حضرتك يا فندم على سبيل يعني انقاذ الموقف اكلم لكم نصر ابو الحسن؟ هاتيه يا حبيبتي هاتيه، انا ما عنديش اي مانع، بس على الله يعرف اقول كلمتين. ايوه لا يا بنتي، لا لا لا، انا تحت امركم طبعا. يا سلام، انا تملي في الخدمه، خصوصا اذا كان الموضوع يمس الاستاذ محفوظ زلطه. ده الغالي. لا 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 لا، ان شاء الله بعد صلاه العشاء على طول هكون عندكم في الاستوديو. ايوه ثانيه. استاذ نصر، الامن مستني حضرتك بره. والله ممكن تتفضل معانا يا استاذ نصر، عايزينك تشرفنا شويه. ثانية واحدة. أيوة لا يا بنتي. لا لا لا، مفيش حاجة، لا مشاكل ولا حاجة. ليه بتقولي كده؟ لا 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 لا، كله تمام كله تمام، بس السلام أمانة. لو سمحتي سلميلي على الأستاذ عمرو. ها؟ الأستاذ عمرو أديب. أستاذ عمرو أديب الإعلامي المشهور. أيوة أيوة، اللي عنده البرنامج المشهور ده. طيب سلميلي عليه قوي، قولي له إنه وحشني وأنا جاي له النهاردة الاستوديو مخصوص. طيب على الميعاد بالظبط ان شاء الله. مع السلامه يا بنتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا مؤاخذه، هي كانت مكالمه اعلاميه سريعه كده بس كانت مهمه. قولوا لي انتوا صايمين ولا تحبوا تشربوا حاجه؟ انت اللي هتشرب عندنا يا استاذ نصر. وماله؟ على اذنك يا ياسمين، اتفضل يا غالي، اتفضل اتفضل يا غالي اتفضل. ها؟ ملناش أي علاقة بيها حضرة الظابط. طب تعمل إيه عندك هنا؟ يلا يلا امشي.
يلا اطلع على باب الخالق يلا. شكرا يا باشا، شكرا يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الفيديو اللي معاكوا اللي انتوا سربتوه له ده اكبر دليل انكم تعرفوه كويس قوي. الحقيقه اننا سعينا لمعرفته فعلا، لاننا كنا نعتقد ان منظورنا للدين واحد وانه من الممكن الاتفاق بيننا، لكن للاسف الحقيقه طلعت غير كده. وبرضه الفيديو اللي بتقول عليه اكبر دليل على كده. هو ده اللي باين، ومش دايما كل اللي بيبان بيبقى هو الحقيقه، مش كده ولا ايه يا حضره الضابط؟ لقد اعلنا اكثر من مره اننا واضحون كالسيف، وليس لنا اي اطماع او مساعي غير رضا الله سبحانه وتعالى. واعمال الشغب اللي انتوا يوم والتاني بتعملوها قدام الكنائس دي اعتبرها ايه؟ قد اعلنا اكثر من مره ايضا ان النصارى اخوه لنا في الوطن، لكن بعض المنشقين عننا بقى بيتمحكوا في دقنا. دول ملناش اي علاقه بيهم يا حضره الضابط، لا من قريب ولا من بعيد. وبعدين لو مش مصدقنا هاتولنا مصحف واحنا نحلف عليه. حد فيكو يعرف محفوظ زلطة فين دلوقتي؟ يا سعادة البي، ومن اين لنا ان نعرف؟ بقى انتم ضايعين علينا صلاة التهجد وجايبيننا هنا عشان مش لاقيين محفوظ زلطة، فاكرين احنا اللي مخبينه؟ والنبي ده الكلام يخش العقل. اهدأ يا اخ اشرف، حضرة الضابط ما قالش كده. هو اكيد عارف ومتأكد اننا لسنا اصحاب مصلحة. وبعدين يا اخ اشرف دول الحكومة يعني عارفين كل حاجة. هي دي اجابتكم؟ خلاص الموضوع يا استاذ، عايز اقول لك ان البني ادم كانسان هو عمره 30 سنة بيتحول بعد كده لحمار، بيتجوز بقى يشقى ويتعب ويرمي احمال في البيت، يشقى ويتعب ويرمي احمال في البيت، بيخلف بيبقى كلب يفضل يهوى في العيال، يا تسكت يا تخرس يا نيابة الكلب. بيبقى عنده احفاد بقى، بيكبر بقى احفاده يقعدوا يتريقوا عليه، يا راجل يا عجوز مناخيرك قد الكوس، اقعدوا يرموا بقى ملبوس والسوداني واللازم منه. وبعدين 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 ولا قبل ايه؟ ما تستعجلش يا باشا، على الله اللي ننحى بس قبل صلاه التراويح. التراويح؟ اه يا ام عدم المؤاخذه، يعني هي المسافه يعني لما تيجي تقيسها بالظبط كده، لو انت خدتها على رجلك تاخدها بتاع نص ساعه، بالعربيه ساعه وربع، ساعه ونص، قول ساعتين. صحيح. امال ايه؟ خد بالك المول قريب قوي، لو انا نزلت اتمشيت لحد المول عليا النعمه، خمس دقايق بالعربيه ساعه ونص. يا استاذ يا استاذ، اطلع بينا. ايه ده يا استاذ محفوظ؟ اهلا وسهلا. مش واخد بالك انت؟ يلا اطلع بينا. هطلع على فين؟ ما الطريق واقف. اتصرف. اتصرف ايه؟ انت باخد بلحتين طبعا بين الرجلين. اتصرف. المدفع هيضرب. الحمد لله. اركب. وزال ولا ايه؟ ما عمال يرغي من الصبح، بيقول علينا رغاي. اللهم اني صايم. سهلها يا رب. يمين ده؟ ايوه خش يمين ده. طيب حاضر. على طول ماشي على طول. انا ماشي على طول اهو. ايوه كمان امشي على طول بسرعه شويه. والله الله اعلم يا سعاده الباشا. ما اظنش يا نصر انت محتاج اسمعك التسجيل بتاع الكلام اللي بينك وبين محفوظ وهو بيطلب منك انك توصله بابو خليفه. يطلب زي ما هو عايز يطلب يا سعاده الباشا، يعني حضرتك سمعتني وانا بستجيب له قوي. ايوه بس انت ما رفضتش. بس ما قبلتش. انا كل اللي قلته الله المستعان، والقران الكريم بيقول الله المستعان. ال 12 عايز تفهمني ان انت ما رتبتش اللقاء بين محفوظ وابو خليفه، صح؟ ابو خليفه؟ مين ابو خليفه ده حضرتك؟ انا ما سمعتش اسمه قبل كده. امال مين اللي خطف عبد الله؟ عبد الله مين بس سعادتك؟ عبد الله ابن محفوظ، ابن محفوظ زلطه، ولا ده كمان ما تعرفوش؟ هو ابن محفوظ زلطه؟
اتخطف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده محفوظ، محفوظ أصله كده حظه وحش، يطلع من نقرة يقع في الحطيرة. يا رب سلمها يا رب، سلمها يا رب. ماشي انا اسطر يا عادل، يرد على خير. بقول لك ايه، واقف هنا، واقف هنا. هنا فين؟ واقف هنا، واقف هنا. ايوه واقف هنا، عشان الجماعه دول. واقف هنا، واقف هنا. حاضر. طب اسمع بقى، سيبنا من عبد الله وسيبنا من محفوظ. قول لي بقى، يوم ما زوغت من المراقبه اللي كانت وراك رحت فين؟ ده انا مهم قوي كده عند حضراتكم عشان تراقبوني ليل النهار ولا ايه؟ ايوه فين يا ابن النمر؟ حولني بيها بسرعه. الو ولاية الشريف؟ ايوه مين؟ شاكر بيه طبعا، فاكر حضرتك. سامح؟ ماله سامح؟ طبعا طبعا، معايا رقم. بس يا ريت بقى يرد على حضرتك، اصل من الصبح تعلن علينا يا سيدي. ايوه ايه؟ ما تطولش يا متر. انت هتنطق هتنطق، ان شاء الله تفضل معانا هنا للسحور. يا سلام، ان شاء الله حتى عيد مع حضراتكم هنا. هو في احسن من كده قاعده؟ بس يعني انا بعد صلاه التراويح عندي مشوار مهم كده، هروحه وارجع لكم تاني على طول. اعتقد مفيش مشكله. هتنطق هتنطق. يلا تعال انزل صلي معايا. لا اصل مش متوضي. يلا يا عمون، لسه في وقت عشان الواحد لو قابل ربنا ننادي يقابله هو على نظافه. يقابل ربنا؟ انت هتقلقني ليه؟ الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الو، حي على الصلاه وحي على الفلاح. ايوه الصلاه، ايوه. انا مين؟ سامح طلبه مش كده؟ والله على حسب مين اللي عايزه. انا المقدم شاكر الديب. ايوه يا فندم، احنا تحت امر الدوله، رجل احنا تحت امر السياده. أنا تحت أمر سيادتك يا فندم. أمرني. عندي معلومة إنك بتراقب محفوظ زلطة من الصبح. براقبه؟ آه. خير بقى، والله سعادتك على حسب السؤال. أنت بتسأله ليه؟ أنت هتهرج؟ أكيد في مصيبة ما دام بسأل. أنت فين دلوقتي؟ مصيبة؟ آه يا فندم، هو فعلاً معايا. بس أنا ليه عند سعادتك شرط. نعم. لا لا لا، ما أقصدش يعني، هو طلب. أبقى سيكس كلوسيف، حصري يعني. انفرد بنشر القصة والخبر قبل اي حد تاني. انطق يا بني ادم انطق. محفوظ زرطة معايا. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ محفوظ زرطة معاك؟ نهار اسود، اقصد كان معايا. استاذ محفوظ. ايه؟ استاذ محفوظ، استاذ محفوظ، استاذ محفوظ. الفصمة المكنة عليها صار. انت فين دلوقتي؟ يمين يمين. انت يا بني ادم انت. انا عند المول. اصل انا قلت للافاضل اللي جم من طرفكم عندي في المكتب ان انا عندي مشوار مهم قوي 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 مع الاعلامي الكبير قوي 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 الاستاذ عمرو اديب، اللي زي حالاتي ده، اكيد حضرتك سمعت عنه. والله بقى لو حضراتكم عايزين تعتذروا بالنيابه عني انا ما عنديش مانع، ما فيش مشكله. لا يا اخويا لا، احنا ما نرضلكش، ما نرضلكش انك تعتذر. روح بس هتنطق هتنطق. طب ولو فيها رزاله برضو يعني، انتوا هتفطروني هنا ولا ابعت اجيب الفطار من بره؟ لا هنكسب فيك ثواب ونفطرك. طيب حس كده بقى، الشوربه بس تبقى سخنه عشان لما بتبقى بارده بتبقى مسخه. السؤال الاخير لحضرتك يا استاذ عماد، هل احنا ضحايا انفسنا ولا احنا ضحايا النظام؟ بص ده سؤال صعب جدا، يعني لا ادعي اني املك اجابته، لكن اقدر اقول لك ان هي علاقه متبادله. احنا الانسان منا بيتولد في نظام خاطئ فبيتربى بشكل خاطئ فيتعامل مع المجتمع بشكل خاطئ، فزي ما المجتمع
أساء إليه يبتدي هو يسيء للمجتمع. فكل منا نحن والمجتمع، كل منا نحن والنظام نتحمل مسؤولية الكارثة اللي احنا عايشين فيها. نظرية إنه المجتمع بس أو النظام بس هو اللي مخطئ ده تصدير للمشكلة وإعفاء للنفس من المسؤولية، ومشكلة إنه هو الشعب اللي سيء ولازم نستورد شعب تاني دي أكذوبة وتفسير أعتقد إنه هو مهين للشعب المصري، لأنه في النهاية النظام مسؤول عما جنت يداه. إحنا الاتنين مسؤولين، النظام والشعب، كلنا نتحمل المسؤولية الكارثة اللي احنا عايشين فيها. شكرك أستاذ أحمد. شكرا. شعب خاطئ ومواطن خاطئ ونظام خاطئ والكل خاطئ، أرجوكم ابقوا معنا. خش يا ابني. اليد من عدمها. بسم الله معايا. ايه؟ انت جبت الجلابيه دي منين؟ شوف يا باشا، طالما في شخص على وش الدنيا اسمه محفوظ زلطه هتفضل شنطتي متجهزه كده ان شاء الله. بسم الله يا باشا معايا. كل كل. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، اللهم تقبل يا رب. امين. ما تعمليش في نفسك كده يا ابني، ان شاء الله هنلاقيه ان شاء الله. قلبت عليه الحرف واني تحتني ما لقيتوش يا ست فوزيه. يا لهوياني يا لهوياني، والحواري اللي حوالينا كمان فص ملح وداب. انا مش فاهم، طب ما نبلغ البوليس ونخلص. بوليس ايه بس يا حسين، ما هم جم قلبوا الحارة عليها واطيها وخد ابوك معاهم في ايدهم ومشوا. انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه. محفوظ مسلمني الواد امانه في رقبتي، انا اللي نسيت عنه. ان شاء الله هنلاقيه زي ما لقيناه المره اللي فاتت. بس انت هدي نفسك، هدي نفسك يا ست فوزيه. ولما محفوظ يرجع وما يلاقيش الواد اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ يرجع منين بس يا فوزيه؟ هو حد عارف هو راح فين اصلا؟ ندور عليه تاني، ندور عليه تاني. انا نفسي تسيب الموبايل اللي في ايدي. ادور على خالك، ادور على خالك وفكني. ما نعرفوش، ما نعرفوش يا باشا. مش هو ده ابو عبد الله اللي انا حكيت لكم عنه لما جيتوا سألتوني عليه؟ وعرفت ازاي؟ وانت شفته؟ شوفه؟ طب اشوفه ازاي؟ اباشا الافوكاتو نصر قابله اكتر من مرة، وهو اللي اكد انه مش هو. طب ايه رايك بقى انه نصر اكد انه يعرفه؟ والله هو يعرفه، احنا لا. هنعرف واحد فهمه للدين مختلف عن فهمنا ليه تماما. ليه؟ وبأمارة ايه يا باشا؟ وايه الحكاية؟ وانا كل ما اكلم واحد يقول لي اصل فهمه للدين مختلف واحنا فاهمينا مختلف. هو في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو كم دين يا شيخ مرسي؟ كم دين؟ في نهاية
كلنا إخوة، كلنا إخوة. وفي اختلافنا يا باشا رحمة. اسمع، مش عايز حوارات كتير. التحريات اللي عندي بتقول ان نصر زارك اكتر من مرة عشان خاطر ابو عبد الله ده. جالك بقى عشان يقولك معلومات عنه، جالك عشان يستفهم منك عن حاجات تخصه، والمهم انه جالك. ما حصلش يا باشا، ما حصلش، وملياش اي صلة بيه يا باشا. معقول حياته تطبعوه بالسرعة دي؟ احنا ما كناش اشتريناه علشان نبيعه يا باشا. يا باشا لا يصح ان يجمع بنا في جملة واحدة. لا بقى، تبرعهم منه ده يقلق. جهاز محفوظ هيعمل مصيبة، وكل واحد فيهم بيأمن نفسه. والعمل ايه سيادة؟ خليك ورا كل اللي قابلهم محفوظ في الفترة اللي فاتت. جايز جايز نمسك طرف خيط قبل نص يوم ما تحصل. تحت امر معنيك، تحت امرك. سيادتك القوة هتتحرك حالا على المول. بلغ كريم الحرام هناك على طول. كريم؟ طب انا سيادتك. بتاع ملفات، يلا وريني اقتراحاتك. الحمد لله، الحمد لله، ما فيهاش حاجة، كله سليم، دي عليها صوت. ايه ده؟ ايه ده؟
هو محفوظ شكله عمل مصيبه ولا ايه؟ يا ريس ربنا يستر. يلا بسرعه بسرعه. ايوه ايوه ولا لقيت محفوظ؟ لا محفوظ مين؟ لقيت الاهم، لقيت المكنه. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبه والناس على بعض هنا. في السكه، خرجت بالعربيه اول ما كلمتني. ما انت لو مرسيني من الاول كان زماني معاك دلوقتي. انما تقول ايه بقى في البني ادم لما يكون اناني؟ انجزي، الموضوع شكله مش سهل، وكمان دي ما حدش عارف ممكن يحصل ايه. المهم انت متاكد ان محفوظ زلطه موجود فعلا؟ عمر تعالي هنا. انت بقى فين؟ سيبني ابني جوه، ابني جوه. ابنك؟ ابني عمر تايه في الزحمه. عنده كام سنه؟ 3 سنين. خليك هنا هشوفهولك، انا هشوفهولك. عمر عمر سيبيني ابني عمر. عمر عمر ابني ابني ده. لسه في حد جوه؟ مش كتير يا باشا. شفت الراجل ده قبل كده؟ مش واخد بالي يا باشا. ولا ده؟ اه شفته، كان قاعد بيزعق وبيهلل زي المجنون وبيقول قنبله قنبله وخرج الناس دي كلها بره. قنبله؟ عمر عمر. ايوه مرتضى باشا، واضح ان احنا لقينا محفوظ زلط يا فندم. بتبص على ايه؟ ارجع ورا. بس بقول لك ايه، شدي نفسك كده لان في كارثه احتمال تحصل. كارثه يعني ايه؟ محفوظ زلطه كلامه معايا ما طمنيش. مش فاهمه حاجه. وحياه ابوك انجزي، انا خدت وعد من الامن اننا سكسكلوسيف قبل اي قناه تانية، بس لو قناه تانية وصلت قبلنا ما اضمنش ساعتها ممكن يحصل ايه. اوكي باي باي. عم جابر شد شويه والنبي. عمر يا فندم. شفت يا شاكر؟ قنبله يا شاكر. محفوظ زلطه طلع رايح هناك عشان قنبله يا شاكر. يا فندم محفوظ هو اللي زعق عشان الناس تجري قبل ما القنبله تنفجر. ازاي يعني؟ هو اللي بيفجرهم وهو اللي بينقذهم. ولما هو عايز يمنعه زي ما بتقول ما قالناش ليه؟ ما بلغش السلطات المعنية اللي هو احنا عشان نتصرف بمعرفتنا ليه؟ يا فندم اكيد هددوه بابنه، هددوه بابنه. خلاص المسألة واضحة. كارثة يا شاكر، كارثة. في قنبلة هتنفجر في مول كبير على الطريق الصحراوي يا شاكر، ومحفوظ زلطة هناك. خلاص يا فندم، أنا ثواني وأوصل وهفضل هناك وإن شاء الله مش هيحصل حاجة، إن شاء الله. على كل حال أنا بعت القوات الخاصة سابقكم على هناك. لازم نتوقع الأسوأ يا شاكر. خلاص يا فندم، أنا ثواني ثواني وأوصل وهبقى معاك على التليفون ثانية بثانية. ماشي.
يا جماعة ما ينفعش يبقى عندنا وزير رجل أعمال، ده تضارب مصالح في كل حتة في العالم، لا في أمريكا ولا إنجلترا ولا الكونغو ينفع إن الوزير يبقى رجل أعمال. طب هنحاسبه إزاي؟ ما هو الراجل دلوقتي لو عنده المصنع بتاعه فيه مشكلة وراحت وزارة الصحة، يعني أنا ممكن إن أنا حاسب وزير زميل أروح أقول له حضرتك طيب جالنا دلوقتي، هنكمل الموضوع ده، بس جالنا دلوقتي خبر مزعج، انفجار، ايوة انفجار في مول في الطريق الصحراوي، انفجار طبعا ما نعرفش لغاية دلوقتي ايه هي الخسائر اللي موجودة هناك، ولكن قالوا لي دلوقتي ان المراسلين بتوعنا توجهوا الى الطريق الصحراوي. طبعا وبالصدفة البحتة المواطن اللي مدوخ مصر كلها، المواطن اللي مصر كلها بتدور عليه ومش فاهمة حكايته ايه بالظبط، ولازم يكون عندنا هنا بأي طريقة محفوظ زلطة موجود هناك وسط الانفجار. ايه الحكاية؟ واضح انها هتبقى ليلة صعبة في شهر رمضان الكريم. ارجوكم ابقوا معنا.